السلام عليكم. انا تويك في ملعب 15 اكتوبر البلدي تاع بنزرت بعد الماتش نتاع السي بي هو هي والاهلي المصري. حبيت نوريكم حاجه اللي هي بالحق كاتاستروفيك الذي البلايص هاكم تاع الانستالاسيون تاع الضوء نتاع الماء في لي تواليت نتاع 15 اكتوبر. هاكا كان تراهم نجمو تراو لي تراس نتاع الانستالاسيون هاكم هابطين القبة هاوما لهنا نتاع لي انستالاسيون نتاع النحاس. بيان سور سرقوهم ما خلاو شي لاسباب لا ماء لا حد شي. عملت البلدية عملت الترناتيف اخرى انها دفنت النحاس تحت الليقة. اخي هاوكا كيف كيف قلعوا السبابل وقلعوا كل شيء. ديكو ما نحكي لكم مش على الريحة تاويكا اللي في وسط التواليت كولير على حالها. وقت اللي انسان يجي يتفرج في ماتش ما يلقاش وين يطير الماء، ما يلقاش وين يرتاح، ما يلقاش وين يشرب، ما يلقاش وين يغسل الوجه، بغاف ما ينجم يعمل شيء. كيف كيف لهنا التواليت الكبار لا ساش لا ماء وسخ ما نجمش نوريهولكم خاطر بالحق شيء يحشم وشيء يوقف المخ. او كان حاس بابل فماش ماء بالكل ريحه يفوميو يعني نخرج خاطر باش نتخنق برشا ريحه. وحبيت نوريكم حاجه اخرى هذوكم كيف كيف سبابل طالعين. حبيت نوريكم حاجه اخرى اللي هي قدام باب تاع الماتريال نتاع جمعيه رياضيه حاطته لهنا باش تحط فيه ماتريالها. يولي الجمهور يتلز انه يطير الماء في بلايص ماش بلاصتهم. كيف كيف يولي تريحه لهنا صغيرات يترانيو بارتو هاوكم تراسيل ننظفوا كل يوم. البلديه اكيد ما هيش تعرف لك حتى شيء وخدمه البلديه مش في يجي ينظف وخليك هيك حتى ننظفوا احنا. هاي ريحه وسخ ولهنا الكاتاستروف الاخرى اللي هما سيبوزي عوان البلديه يحسوا على المنشات الرياضيه والمنشات البلديه يجيوا العباد يسكروا لهنا ويمسخوا ويعملوا ايش يعملوا وما يكلمهم حتى حد. ما هو ذاك التكسير موضوع اخر اللي هي حريقه حاملوها لهنا. حرقوا لنا الماتريال نتاعنا دو تابيس وخمسه ملايين حرقوهم لهنا وما خلاو لنا شيء. اي كان حاجه اخرى نحكيوا على تدنيس العلم. هاوك العلم كيش مدنس وقت اللي يجي يسال في دنس العلم ولا الله اعلم مش عمل له تقوم القيامه ولهنا هاوك العلم مدنس بشتى الانواع. وهاوك علم تونس المفدى كيش مدنس برضو. السلام عليكم.